السلام عليكم. ان شاء الله نديروا لا كوريكسيون ديال الفروض اللي حطيت لكم نهار الجمعه. فروض واحد عربيه واحد فرنسيه، دونك دونك خيار عربي. دونك نبداو بالكيمياء، تمرين الكيمياء. دونك نصب في كأس عند لحظة تزرب في أن، طبعا أن في أن هي 100 ملل من محلول ماء البرومات البوتاسيوم، التركيز ديالو سي ان هو 0.2. ثم نضيف اليه حجما في 250 ملل، التركيز ديالو هو 0.5 مول بار لتر. وقطرات من حمض كبريتيك، دونك قطرات من حمض كبريتيك باش يكون الوسط حمضي، فتتفاعل ايونات برومور مع ايونات البرومات في وسط حمضي وفق تفاعل ته، علما ان المزدوجتين هما دونك بي ار موان او بي ار او 3 موان مع بي ار موان. دونك اللي تفاعل لينا حنا، تفاعل لينا هذا مع هذا، دونك كترات لي عملية اكس هذا وهذا اختزال. دونك نصيبو الأولى بي ار موان كتعطينا بي ار دو، هنا عندي جوج عناصر نضربو هنا جوج ونزيد دوز إلكترون. عندنا بي ار او 3 موان يعطينا بي ار موان، هنا عندي وحدة وحدة، كاين عندي ثلاثة ديال لي زوكسيجين، عندي ثلاثة اش توزو من الوسط حمضي، ثلاثة في جوج هي ستة. نزيدو دابا لي زيليكترون، دونك بالنسبة لي زيليكترون عندي هنا ناقص واحد، هنا زائد ستة، هنا ناقص ناقص واحد، هو نمبر ديال لي زيليكترون لي غنزيد. دونك تعطينا هي ستة ديال لي زيليكترون لي غادي نزيد. دونك غتولي عندي زائد ستة ديال لي زيليكترون، غادي نخدمو على هادي. تولي عندي هنا، هنا عندي ستة وهنا عندي جوج، يعني هنا غنضرب في ثلاثة. دونك غتولي عندي ستة بي ار موان زائد بي ار او 3 موان زائد ستة اش بليس كتعطينا بي ار دو، ثلاثة بي ار دو زائد بي ار موان زائد اش تروا اش توز. هنا عندي بي ار موان، هنا عندي ستة، دونك ستة نحيدو منها واحد هي خمسة، هنا بي ار او 3 موان زائد خمسة بي ار موان زائد ستة اش بليس كتعطينا ثلاثة بي ار دو زائد ثلاثة اش توز. هي المعادلة الحاصلة. حدد النوع الذي لعب دور المؤكسد والذي لعب دور المختزل. دونك المؤكسد في هذا هذا دابا مؤكسد اكتسب، صح؟ دونك بي ار اطرهما لعب دور المؤكسد لانه اكتسب، وبي ار موان لعب دور المختزل لانه فقد. دونك السؤال اللي من وراه، احسب كمية المادة البدئية ديال هاد العناصر. دونك كمية المادة البدئية ديال بي ار موان مثلا، دونك كمية المادة البدئية ديال بي ار 3 موان هو التركيز البدئي ديالها هو الحجم، الحجم الأول اللي فيه. دونك بما ان هنا المعامل ديالو في المحلول الواحد غيكون هو سي ان فوا في ان يساوي 4.2 في 100 ناقص 3 تخرج لنا هي دونك هي 0.02 مول. بالنسبة لكمية المادة ديال بي ار موان هي التركيز الفعلي ديال بي ار موان فوا الحجم الثاني.
دونك التركيز الفعلي هو سي دو و في دو تساوي لنا هي 0.5 في 250 10 ناقص 3، دونك هنا تساوي 20، دونك تكون النتيجة هي 0.125. السؤال من بعدو قالك انشئ الجدول الوصفي، دونك دير الجدول الوصفي ديال المعادلة. عندنا دائر أطراف موان زائد 6 أش بليس زائد 6 ديال لي زيليكترون يعطينا دائر موان، عندنا هنا 5 دائر موان يعطينا 3 دائر د زائد 3 أش دوز. دونك ندير المعادلة الماء وفير أش بليس تاهي وفير، دونك حالة بدئية حالة وسطية حالة نهائية. دونك هنا عندي كمية الماء ان واحد، هنا ان واحد ناقص اكس، ان واحد ناقص اكس ماكس، هنا ان جوج ناقص خمسة اكس، ان جوج ناقص خمسة اكس ماكس. دونك هنا تلاتة اكس زيرو، تلاتة اكس، تلاتة اكس ماكس. صح قال لك حدد المتفاعل المحيط والتقدم الاقصر، دونك لنفترض ان المتفاعل المحيط هو، دونك غادي نخرجو هنا غادي نصيبو الاولى اكس ماكس الاولى ديال بي ار 3 موان هي كمية المادة، شتو كمية المادة كنقسمها المعامل، دونك هي 0.02 موان. بالنسبة للثانية ناخد إكس ماكس دو ديال بي إر موان هي كمية المادة ديال بي إر موان على المعامل على خمسة، عطينا 0.125 على خمسة، تعطينا هي 0.025 موان. دونك إلا قارناهم غيبان لينا أن إكس ماكس أن ديال بي إر تروه موان صغر من إكس ماكس دو، دونك بما أن x ماكس 1 صغر من x ماكس 2 إذا المتفاعل المحيط هو بآر أطراف موان والتقدم الأقصى هو 0.02 موان. دونك 6-1 6-1 قالك عرف زمن نصف التفاعل، زمن نصف التفاعل هو المدة الزمنية اللازمة لوصول التقدم إلى نصف حالته النهائية، إلى نصف حالته النهائية. هنا المنحنى غادي عندي بي ار دو أنا عندي إكس، دونك دائما في زمن نصف التفاعل نكتب علاقة بحدها، دونك باش نجبد زمن نصف التفاعل خاصني نجبد إكس أن دومي اللي هي إكس ماكس على جوج. إذا كان عندي المنحنى بإكس غادي نخدم عادي، نشد إكس ماكس إلى جاي قاعد نقسم على جوج وغندير إسقاط. من هنا عندي كمية المادة ديال بي إر دو، دونك كمية المادة ديال بي إر دو من خلال الجدول الوصفي كتساوي هي طبعا إكس، فهم كتساوي هي تروا إكس، إذا إكس كتساوي هي كمية المادة ديال بي إر دو على ثلاثة. لقيت العلاقة ما بين التقدم والمتغير اللي عندي، دونك إلا بغيت إكس أن دومي هي كمية المادة ديال بي إر دو أن دومي على ثلاثة، دونك إلا بغيت إكس ماكس هي كمية المادة ديال بي إر دو ماكس على ثلاثة. دونك غادي نعوض هاد الشيء، نعوض هنا، إذا كمية المادة ديال بي إر دو أن دومي على ثلاثة كتساوي كمية المادة ديال بي إر دو ماكس على ثلاثة،
هنا على جوج، تمشي ليا هادي مع هادي. إذا أنا بغينا حنا لقينا العلاقة من المنحنى الثاني هي كمية المادة ديال بي ار دو ماكسيمال على جوج، دونك مشينا للمنحنى غنلقاوها 60 مليمول، نقسموها على جوج عطينا 30 مليمول، واضح؟ دونك نقلبو على 30 مليمول عطينا تقريبا شي 2.4 تي ان دومي، تقريبا 2.4 مينيت. عرف السرعة الحجمية 6 جوج. السرعة الحجمية كتعريف هي في تساوي 1 على الحجم الكلي في دي دو اكس في دي دو تي. بين ان تعبير السرعة الحجمية 6.3، دونك حنا اش كنعرفو على الحد هي 1 على في تاع الضرب. لقينا قبيلة اكس ان اكس هي كمية المادة ديال بي ار دو قسمه 3 على دي تي، دونك هاد 3 عدد ثابت يعني ما كيتغيرش، يخرج لي 3 في توتال فوا تي ديال ان بي ار دو على دي تي. نحسب قيمة السرعة الحجمية، نحسب قيمة السرعة الحجمية 6.4 في اللحظة 4.6.16، نحسبو هي في ان في ان ما تعطيناهمش نكبر شوية المنحنى في الأربعة، دونك ناخدو حتى هي 1 الحجم الكلي عندي الحجوم، عندي الحجوم بالضبط عندي 250 و 100 هي 350، الحجم الكلي هي 3 350 10 ناقص 3، علاش؟ لأن في توتال هو في ان زائد في دو، واضح؟ دونك في ناخدو 20 مع 0 ناخدو تقريبا 60 مع 6.4، 60 مع 6.4 هادي في 10 ناقص 3، ناخدو في دو تا هي 1 على 3 350 10 ناقص 3 في ناخدو تقريبا 36 مع 0، ناخدو 60 مع 8.4 10 ناقص 3، واضح؟ دونك السرعة في 3 هما قال لي في اللحظة 16، إلا مشينا للحظة 16 غنلقاو أن المنحنى استقر، يعني السرعة كتساوي 0، واضح؟ قال لك هنايا كيف تتغير السرعة ومن عند، دونك السرعة تتغير هنا تتناقص مع مرور الزمن، علاش هذا راجع علاش؟ لتناقص تركيز البدئي لأحد المتفاعلات، لأن التركيز البدئي من العوامل الحركية، أو جيت تركيب الخليط 6.6 في اللحظة 2.5، جيت تركيب الخليط 6.2.5، نمشيو نقلبو على 2.5 نديرو الإسقاط. تقريبا 30، دونك هي زمن التفاعل عندنا تقريبا 2.5، دونك عطينا هي 30. إذا هنا إكس هي كمية المادة ديال بي ار دو في هاد اللحظة هي 2، هي 30 ميلي مول. حنا بغينا أوجد كمية المادة ديال العناصر كاملة، دونك هنا 30 ملي مول، بعدا خصنا نلقى اكس، اكس هي كمية المادة ديال بي ار دو قسمة 3، دونك عطينا هي 10 ملي مول، 10 ملي مول.
لقيت ان اكس في هذه اللحظه هو 10 ملم، وغادي نمشي غادي ناخذ كميه الماده ديال بي ار دي، حنا لقيناها هي 30 ملم في هذه اللحظه. كميه الماده ديال بي ار موان هي كميه الماده الثانيه ناقص 5 اكس، دونك هي لقيناها 0.125 ناقص 5 فوا اكس، لقينا هي 10 في 10 في 10 ناقص 3. كميه الماده ديال بي ار 3 موان هي 0.02 ناقص اكس، اكس في الحاله هي 10 في 10 ناقص 3. كابليس، دونك كابليس هو عنصر، هنا كابليس هو عنصر متفرج يعني كميه الماده ديالو، ولكن كابليس عندي جوج العناصر، عندي اللي جايه واحد كابليس توتال هي كميه الماده الاولى زائد كميه الماده الثانيه اللي جايه من المحلول الاول جايه من المحلول الثاني، دونك هي سي ان فوا في ان زائد سي دو فوا في دو، لان كابليس ما شاركش في التفاعل. D'accord.